الجروب استكمالا لهنا للكليه هنا، والجروب بنقول عليه كل حاجه، واللي عايزه تسال واللي عايزه واللي عايز اي حاجه الجروب استكمالا للمحاضره هنا. قلنا لا انا عايز بقى فعلا نرفع ايدينا. مين اللي شاف المحاضره على الجروب؟ طب اللي ما شافهاش ما شافهاش ليه؟ ايه؟ ايه؟ مش لاقي ايه؟ مش لاقي الجروب. امال احنا عندنا دلوقتي يا استاذه نور احنا عندنا كام حد على الجروب ده؟ احنا عندنا 120. مين في الجروب وانت انت صديقه عنده؟ 130. ها؟ 130. طب مين تاني مش في الجروب ومش عارف يوصل للجروب؟ النهارده تبعتوا رساله للاستاذه نوران تقول لها عايزين نطرحك في الجروب، وتبعتوا لهم اسمك على الفيسبوك، ها؟ وهي تبعت لكم اللينك، تبدا تبعت انضمام للجروب. عملها سهلة قوي يعني. يعني موجود على جروب الدفعة. ما الأستاذة نور حطت اللينك بتاعه على جروب الدفعة. يبدو إن أنتم كانوا بتكسلوا تدخلوا على جروب الدفعة. ها؟ أنا سنة تانية أصلا. هي سنة تانية. لا هيبقى صعب شوية لأن عندنا دلوقتي تمام. خدنا الموسيقى والفنون وأهمية الموسيقى وفوائد الموسيقى في الحياة وإزاي بتستخدم في العلاج وإيه اللي بيصيبنا اللي يخلينا نضحك ولا نرقص ولا نبكي من خلال سماع الموسيقى. ده كله اللي تم في المحاضرة اللي فاتت. خدنا أقوال جميلة جدا للعلماء والفلاسفة في حق الموسيقى. خدنا الدكتور علي مشرفة عالم الذرة المصري وإسهاماته الموسيقية، إنه إزاي ما من عالم إلا وانشغل بالموسيقى وتأثر بيها وألف حقها أقوال. باختصار سريع كده ممكن نعرض على بعض الفيديوهات اللي بيها نشوف سريعا بس عشان نشوف ايه اللي خلاهم يعملوا تجارب واستخلصوا في النهاية ان يوجهوا ويسخروا الموسيقى للعلاج. خدنا الفيديو ده. I'm just going to sing you a song. You want me to sing a song? I'm not going to sing a song, okay? I don't want you to come back here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is. How much it hurts me. موسيقى جميلة تأثر على
ما زالوا بشكل يبان معاه انه كانه متخدر او متخدر كده ويكروا العمليه. بقى في عيادات دلوقتي للموسيقى. البدايه بقى بيقول لك ايه ده، يعني العلماء اشتغلوا على ايه اللي حصل عشان يبكي وايه اللي حصل عشان يتبسط. ايه الموسيقى دي؟ ايه اللي بتعمله يعني؟ واتكلمنا عن ازاي بيقولوا عليها حرام، وقلنا راينا الراي العملي بتاع الناس المتعلمه مش الناس المتعصبه، بتاع الناس الراقيه مش المتعجرفه. يعني الائمه جميعا زي ما انا قلت المره، انا بدي ملخص اللي تم المره اللي فاتت. الائمه كلهم لما اللي هم المحترمين اللي فاهمين اللي هم هدفهم التيسير وليس التعطيل، اهتدوا دائما ان كل علم وكل شيء في الدنيا حتى ده له فوائد واضرار، له حرمانيه وله حاجات كتير. حلال السكينه زيها زي الموسيقى، زي علم الكيمياء، علم الذره، مع ان الذره دلوقتي التفاعلات النوويه بيولدوا بها دلوقتي كهرباء لا غنى عن محطات توليد الكهرباء، محطات النوويه اللي بتساعد التفاعلات الذريه والحاجات دي، وهي نفسها قنبله نوويه اللي بهدلت اليابان، ها؟ هيروشيما ونازاكي. برضه ايه اللي كانت البنت كانت بتعيط؟ والزمبلك هيشتغل معاك شويه. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ دي لسه سنة وشهرين أو سنة وثلاث شهور. يعني هذه الآثار آلاف وملايين الفيديوهات دي متأزمة خالص أهي. تحولت. ايه اللي بيحصل؟ عايزين نشوف ايه اللي بيحصل جوه المخ بيخلي الانسان تلاقي اب وقوم جدا وكان صارم جدا ففرح بنته، فيبدا الدي جي يبدا يشتغل لحد ما تيجي اغنيه على هواه تبص تلاقوه قام رامي برقع الحياه ورامي مش عارف ايه وهاتك يا راس ويسكتوا فيه. ما انت كنت مكسوف، ما انت كنت خلاص اقعد هدي نفسك بقى. وفي ناس ياما كتير من الانفعال افتكرت على الارض. طيب قلنا الموسيقى الملازمه لينا، هو ما ينفعش اقول يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا، يا ايها الذين امنوا لا تشربوا، ده يبقى القران لو قال حاجه زي كده حاجه لا تخاطب العقل. طب ما قالش على الموسيقى اي حاجه رغم انها ماليه الدنيا من قبل ما القران يجي بالاف السنين. ما قالش ليه؟ إذا هي بالخطورة إن الناس يقول لك يعني أنت شايف اللي بيحصل؟ شايف الكاسيات العاليات اللي شايف؟ أنت بتشوف الكليبات يا دكتور يونس؟ قال له أنا مالي أنا بالتعالي نفسها ولا أنا مالي بالحياة؟ أنا بتكلم على الموسيقى والغناء. أنا ما زي ما واحد هيغني كلام قلة أدب، ما هو برضه لو اتكلم في كلامه العادي كلام قلة أدب ما هو غلط. العيب مش في الموسيقى. ما انت زي ما بتقول مش عارف ايه، ما انت بتقول ولد الهدى في الكائنات ضياء، ها بتتغنى وحاجات جميله جدا، ها؟ فكان العلماء زي البخاري بقى زمان الائمه الكبار لما كانوا يسالوا عن قضيه هي حلال ولا حرام يتوقف وما يندفعش تحت قاعده اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير، اللي معجب بالكلام عندك موجود كله على المحاضره بالظبط زي ما قلت لزمايلكم عشان ايه الوقت ما يسرحش مننا. النهارده ايه اللي خلى يعني دلوقتي احنا بنسمعوا عن بيتهوفن، عن باخ، شايكوفسكي، نسمعوا عن اوبرا عايده،
بتسمعوا عن انتوا عارفين كان زمان مفيش يعني ازاي احفظ العالم دي واخليها موجوده بينا؟ بيتهوفن ازاي خليه موجود بينا؟ عارفين بيتهوفن مات سنه كام؟ 1727. انتوا عارفين يعني حاجه الانسان لتسجيل الصوت كانت من زمان قوي قوي قوي. انتوا عارفين ان تسجيل الصوت كان معقد عن تسجيل الصوره. تسجيل الصوره فيلم بيمرروه كده قدام ضوء ويجوا يرجعوه تاني نشوف الصوره زي ما حصل بالظبط، لكن تسجيل الصوت هو اللي اتاخر شويه. عشان كده كان في حاجه اسمها السينما الايه؟ الصمت. طيب بدايه تسجيل الصوت يعني العلماء ما حطوش حاجه في دماغكم ولاد الذين دول، لا، بس للامانه انا بقول سبحان الله، ازاي عايزين يستعيد صوتي ده دلوقتي ويعمل اسطوانه شامله من غير كهرباء ولا اي سيهات ولا اسطوانه شامله؟ مصمطه وابره، الحك ده بيحوله للصوت بتاعي من غير كهرباء ولا اي حاجه. يعني كان اسطوانه، اجي اسجل بميكروفون زي ده قدامه غشاء حساس. كنا بنعملها زمان الحركه دي، نجيب كوبايه ونجيب سيلفر الومنيا كده ونغطي الكوبايه دي قوي قوي، اعملوها في البيت واتكلم، هتلاقي الكلام بتاعك بيعمل صوت خروشه بنفس ترددات صوتك بالظبط. كانت لعبه جميله قوي بنعملها، نجيب كوبايه وعليها سيلفر الومنيا كده ونشده على الكوبايه كويس قوي واتكلم قدامه. حتى ممكن تلاقيه بيقعد يلف كده لو هو الغشاء ده اللي هو زي السيرفر الالمانيا ده كان تحته ابره لازقه فيه، لما باجي اسجل بتقعد تكحف في الاسطوانه بالظبط بنفس صوتي. طب مين اللي بيلف في الاسطوانه؟ احنا قلنا مفيش كهرباء، هو كان اسمه الجرامافون، حتى تشوف له يد كده. طب وطالع منه بوء كبير يعظم الاشاره بتاعتي، لانه بيطلع منه حبكه صغيره كده. يعني انا عامل الجرامافون ده عندي في البيت على فكره، واستعجبت جدا. ايه ده؟ ايه اللي وصل خيال العلماء؟ يعني العلماء لما اخترعوا بقى الماتور، والماتور بدا هو اللي يدور الاسطوانه بنفس الشمع او الابره، يعني احنا احتاجنا الماتور بدل ما اقعد كل عمال اسمع مثلا ايه؟ بروح بقى اسمع اغنيه مع شاي العصاري. لازم اقعد ادور كده، لازم تخيلوا يعني الموبايل دلوقتي عليه ملايين الاغاني وملايين الفيديوهات وملايين. انا بوريكم ازاي حاجه تخلي واحد يسجد لله، انه سخر مخ الانسان ان يبتكر ما يسعد البشريه. طب دلوقتي بيتهوفن عامل حاجات حلوه، هنرجعها ازاي؟ هنسمعها ازاي؟ مفيش. الجراموفون ده كان اوائل 1900 يعني 1890 لحد 1920، كل ده كانت اسطوانه الشمع والبوق اللي طالع كده والمانيفيستو اللي بيقعد يدوره كده، لحد ما جت الاسطوانه بنفس الفكره، الاسطوانه اللي بيحط بقى ايه؟ الاسطوانه العاديه برضه في عصر الاسطوانات. بعد ما الاسطوانات بقى اتعملت امكن تشغيل السينما العاديه، يعني بقينا نشوف او كل افلام شارلي شابلن كانت صامته، اسمعوا كده يعني عمال يعمل حركات كده وخلاص. لكن دلوقتي كان اول فيلم بقى صوت وصوره كانت 1920 تقريبا، لما بدانا نتعلم ازاي نسجل الصوت، كان امل رهيبه جدا. حتى كان امل عندنا احنا، انتوا لسه انتوا جيل جيتوا، انا حضرت انا اول ما اخويا كان في هولندا زمان ولقنا جايبنا في ثالثه ابتدائي كده، وجابنا كاسيت كان لسه في بدايته، يعني الكاسيت ابو شريط اللي هو كان بدا يبقى في متناول الناس اللي سافرت، الناس اللي معاها فلوس. فقال لي تعالى يلا قول اتكلم. دي سمعني كنت هموت، ايه ده؟ جاي منين؟ ايه ده؟ كنت انا كده وبتعجب. فازاي بقى العالم اللي قعد يفكر ويعمل لحد ما بدأ
يبقى شوف التطورات عجيبة قوي. شريط كاسيت كان عندي مكتبة قد الستارة دي مليانة شريط كاسيت، لحد ما بقى يبدأ يسجل على فلوبي ديسك، لحد ما طلعت الاسطوانة السي دي مش الدي في دي، السي دي كانت كام 700 جيجا باين ولا، لحد ما جبت الدي في دي 4.5 جيجا، ودلوقتي في 8 جيجا، في 12 جيجا. العلم تقدم. انا فاكر زمان والدي اول ما طلع في التلفزيون الاول مصر هنا شاف الممثل داخل بالبدله الزرقاء والممثله داخله بالفستان الاحمر، يقول سبحان الله هيودونا فين تاني؟ ما كانش لسه في موبايلات بقى ولا في، قال ايه سبحان الله هيودونا فين تاني؟ وانا برضه لما ظهر في فتره من فترات من 20 25 سنه قلت هيعملوا ايه تاني بقى؟ ده الموبايل بقيت في اي مكان اكلم اي حد انا عايزه. لا ده بقى صوت وصور وبقى مجانا وبقى في انترنت وبقى في ايه ده؟ ولسه حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او ايه؟ او نهارا. طب ليه قال ليلا او نهارا؟ عشان لو هندس النهارده كده تقول مش ليلا، انا هنا النهارده في امريكا ليلا، بس هي واحده، هي الساعه واحده، القيامه واحده. طيب يبقى اذا الحاجه كانت ملحه للابقاء على هذا التراث الرهيب بتاع ما قبل بيتهوفن بألف سنه، كانت النوته موجوده، النوته الموسيقيه، وهي كتابه الموسيقى. انتوا عارفين كتابه الموسيقى وصلت برضه بالتطور، برضه كل حاجه على فكره بتبدا وتتطور. بداوا يرسموا كده على المدرج كده على الخطوط حمامه ويمامه وعصفوره طايره وعصفوره واقفه، ودي لو كان ده اعزف الوتر ده، ودي لو لقيتها طايره اعزف الوتر ده. بس كانت برضه الحاجه ملحه للدقه، بحيث الان اصبحت النوته الموسيقيه اللي هي بندون بيها اي عمل موسيقي بها كل مقاصد المؤلف. اذا حزين ليها تدوين، إذا سريع، إذا بطيء، إذا 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 إذا. مات بيتهوفن، نحط النوتة قدامنا كأننا جبناها من جديد. كأن النوتة يعني ليه اتعمل معاها الموسيقى في كلية التربية الموسيقية في السلفاتوار؟ علشان نعلم الناس الحفاظ على هذا التراث، وإزاي يبقى مؤتمن. أما أجي عند بيتهوفن ما أجيبش حاجة من عندي، أنفذ أسلوبه اللي مكتوب على الورق. الأسلوب مكتوب والأداء مكتوب. هتستمتعوا بأعمال بيتهوفن وهتستمتعوا بأعمال موزارت واحنا مع بعض. بس احنا طب هل انتم مطلوب منكم دلوقتي انكم تتعلموا قراءة النوتات؟ انا بدخل اسمها مدخل الى الموسيقى، بندخل نشوف الكتابة كانت ازاي، الايقاع كان ازاي، يعني بندخل نشوف تاريخ الموسيقى، نبذة عن العظماء بتوع الموسيقى، نبذة عن المؤلفات بتاع الموسيقى والسير بتاع الموسيقى والحاجات دي. طيب اذا الموسيقى شأنها شأن اي لغة، ما احنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت لو سمعتوها، لو سمعتوا المحاضرة اللي فاتت قلنا الموسيقى علم وفن ولغة. طب علم ليه؟ لانها مرتبطه بعلم الاصوات، علم الصوت، ولوحة المفاتيح اللي بتاع البيانو اللي هي ابيض في اسود دي، ده اللي مبتكرها فيثاغورس لو تسمعوا عنه، عالم الرياضيات الشهير. انتوا عارفين فيثاغورس احنا بنتكلم في 550 سنه قبل الميلاد هو اللي مبتكر، وان النغمه دي ترددها مش عارف 283 زبزبه على الثانيه، ودي مش عارف كان بيحسبوا الحاجات دي ازاي، ما يسمى بالشكر الرنانة. طيب دي كعلم، كلغه زي شانها شان اي لغه لها حروف، حروفها انتوا عارفينها منذ نعومه اظافركم، وانتوا عارفين
حروف الموسيقى الدو والري والمي والفا والصول واللا والسين وتتكرر تاني دوري مي فاصولا سين دوري مي فاصولا سي وهكذا وبتطلع من المنطقة الغليظة كده للمنطقة الحادة ها وشفنا لوحة المفاتيح بتاع البيانو وكل القيم الزمنية في الموسيقى وكل مقاصد المؤلف زي ما قلت لا تتغير هي لغة عشان بتكتب ولها حروف وبتكتب زي اي لغة بس طريقة كتابتها معقدة شوية بس مع الممارسة بنقدر نمارس الموسيقى بشكل حلو قوي قوي يمكن اي لغة في بدايتها بتبقى صعب بس يا صراحة الموسيقى فيها صاحب البنين شو يقول صاحب البنين كذاب لا في الموسيقى في صاحب البنين لان لما اجي عازف البيانو مش بيعزف الايد اليمين والشمال طب اليمين دي لها سطر لوحدها والشمال لها سطر لوحدها ويمشوا الاثنين مع بعض كده طب انا ليه عين واحده هقدر يعني انت تقدري تقري سطرين من الجورنال كده مع بعض في الموسيقى هتقدري لان القواعد بتاعتك بتسمح بكده وطريقه كتابتك بتسمح بكده بل بالعكس كمان في ثلاث سطور فوق بعض وفي اربعه يعني يقول لك مؤلفات باخ ذات الاربع اصوات باخ ده مولود سنه 1685 متخيلين 1685 يعني من اكتر من ايه 350 سنه طيب البرنامج جبت لكم برنامج حلو كده مش عارف بياخد وقت على ما بيفتح عشان نشوف من خلاله الكتابه الموسيقيه بتبقى ازاي الموسيقى بتتكون من شقين يعني ايه اللي يفرق الصوت الموسيقي عن الصوت العادي يعني لو في صوت عادي مثلا طب ايه اللي يفرق صوت الموسيقى اللي يفرق صوت الموسيقى ان الصوت ده لو ركبت عليه قيم زمنية يبقى له معنى موسيقي يبقى الموسيقى بتكون من شقين الصوت ملوش أي لازمة من غير الزمن والزمن ملوش أي لازمة من غير الصوت يبقى الموسيقى بتكون من شقين أساسيين هما الصوت والزمن طيب الصوت كلنا نعرف المدرج الموسيقي اللي متكون من خمس خطوط وبينهم أربع مسافات هنشوفه دلوقتي في البرنامج نعم الزمن والايقاع الايقاع يبقى اللحن والايقاع ساعات يقولوا الصوت والزمن او الصوت يقولوا عليه اللحن ما اللحن يعني الصوت والايقاع اللي هو الزمن ادي يا سادي هكبر لكم الشاشه الدايرة دي بتعبر عن الصوت الدايرة دي سواء سودا او بيضة زي ما انتم شايفين كده واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ واضح طيب الدايرة دي بتعبر عن النغمة يعني هي نفسها تحتمل انها تبقى دو او ري هي نفسها حسب موقعها على المدرج الموسيقي يعني ايه مدرج موسيقي بدأنا ندخل في قواعد الموسيقى الفصل الثاني وانا بجري معلش علشان لا يقف يحصل فيه اي توقف للدراسة ولا حاجة نكون شفنا جانب كبير ها ادي المدرج الموسيقى اهو اللي هو مكون من خمس خطوط متوازية اهو بينهم اربع مسافات شايفين الماوس ادي مسافة واثنين ثلاثة اربعة وبنحسب دايما لما اجي اقول الخط الاول او الثاني من تحت لفوق ده الخط الاول شايفين الماوس كويس ادي الخط الاول اهو الخط الثاني الخط الثالث الخط الرابع الخط الخامس واحيانا نضطر عشان نوسع المجال شويه ان احنا نحط خطوط اضافيه
زي النغمة دي محطوطة على خط صغير إضافي اهو موازن المدرج الأساسي اهو. ها؟ ويمكن يبقى خطين زي كده. أو بقى خطين. وممكن يبقى 10، فبدأ بدل ما يقول 10 قام عامل مدرج تاني اهو أقدر أكمل عليه. وشوف شايفين المدرجين ماسكين في بعض ازاي؟ دي نوتة آلة البيانو، بحيث المفتاح ده وهو اسمه مفتاح سول، والمفتاح ده وهو اسمه مفتاح فا. كل ده مشروع بوضوح في الكتاب، بس انا بوضحه لكم. مفتاح ده من غيره ما نعرفش نقرا على المدرج ده. ما هم هنا خمس خطوط اهم وخمس خطوط اهم. جميل؟ النغمه دي، النغمه الدائره الزرقاء دي لو طلعتها على الخط ده ليها اسم، وده الخط الاولاني بالنسبه للنغمه دي، ولو دي نزلتها على الخط الاولاني ليها اسم تاني غير رغم ان ده الخط الاولاني وده الخط الاولاني. ايه اللي غير الاسم؟ المفتاح. يبقى وظيفه المفتاح الموسيقي من خلاله نستطيع قراءة النغمات على المدرج، ويوجد مفتاحين أساسيين، مفتاح سول وهو الخاص بالإيد اليمين بالنسبة لعزف البيانو، ومفتاح فا خاص بالإيد الشمال. لا ما تكتبوش كل الكلام ده أهو، متسكن أهو، متسكن أهو، ما تكتبوش. إحنا جايين نستمتع مش جايين نرهق بعض. أنا لا برهقكم ولا أنا جايين نستمتع بحاجة جميلة. وعلشان لما نسمع ونشوف ازاي بيتهوفن كتب اعماله بالمنظر ده وسابها لنا وقدرنا نعزفها ونستمتع باجمل الالحان بتاع بيتهوفن، ان انتوا مش هتصدقوا نفسكم دلوقتي لما تسمعوها. ها؟ طيب. نشوف كده النغمة دي اسمها دو، معروفة بقى عشان دي في سؤال بيجي في الامتحان عن النغمات ده. لو حركناها لفوق سنة فبقت هي ما بين الخط الإضافي والمدرج الأساسي. لو حركناها طلعت كده على أول خط في المدرج بتاعنا، لو حركناها بقت في أول مسافة، حركناها بقت تاني سطر، حركناها بقت في تاني مسافة، حركناها بقى التالت سطر، وهكذا. كل ما بتتحرك بتغير اسمها وبتغير طعمها. فهمنا؟ نشوفها تاني اهو. كذلك هنا بقى برضو مفتاح مفتاح الايد الشمال دايما في البيانو اسمه مفتاح المنطقه الغليظه، ومفتاح سول مفتاح المنطقه الوسطى اللي نستطيع نغني معاها يعني. طيب دكتور، انا شايف السطر الموسيقي مقسم لخانات كده. الخانه دي اسمها مازوره، يبقى ما هي المازوره؟ هي تقسيم السطر الموسيقي الى خانات او أجزاء متساوية وفقا للميزان. لا استنى الميزان إيه؟ يعني إيه ميزان؟ الميزان هنفهمه، يا رب ألاقي بس هنا، تمام؟ دلوقتي أكبر علامة موسيقية عايزكم بس تفهموني، ركزوا معايا من فضلكم، اسمها الروند. ده اللي هو الايقاع اللي كانت بتسال، اللي هو الزمن. قيمتها قد ايه؟ اربع ازمنه. اربع ازمنه. طيب لو حطينا لها هي نفسها كده عصايه من فوق بقت اسمها بلانش، دي اسمها قلنا روند ودي بلانش. طب لو هي نفسها بلانش سودناها، سودنا الدايره بتاعتها كده بقت اسمها انوار، وقيمتها واحد زمن.
بلانش اتنين زمن. ثم هي نفسها لو عملت لها سنة كده بقت اسمها كروش وتساوي نص زمن. هي نفسها قال لا ده ما فيش احنا مش هنخلص. هي نفسها لو حطنا لها اتنين سنة بقت اسمها دبل كروش وبتساوي ربع زمن. دبل كروش. طب هقول لكم المعاني عشان تثبت في دماغكم بلا رجعة. ما تكتبوش هي متسجلها المحاضرة هي وموجودة عندكم في الكتاب وأنا جاهز في الجروب لأي سؤال. مش عايزكم لو عايزكم تحاولوا تفهموا مني عشان لما تيجي تقروا الكلام ده في الكتاب تبقوا فاهمين. روند المسميات دي على فكرة بالفرنساوي روند يعني ندور. جاي من أراوند بقى يعني ها روند يعني ندور. بلانش يعني الأبيض أبيض البيضة يعني بتساوي اتنين. نوار يعني أسود أسود. أهي لما البلانش سويت أهو بقى اسمه نوار وبقى ده. والواحد هنا ساعات يقول على الروند تساوي أربعة نوار يعني أربعة من اللي بتساوي واحد يعني. يعني الروند هنا بيساوي أربعة من ده. طب الروند هنا بيساوي كام من ده؟ اتنين برافو. طب دي بتساوي نص يعني بتساوي نص نوار. كروش بيساوي نص نوار والدبل بيساوي ربع نوار. جميل؟ هنشوف الحاجات دي بوضوح وتعالوا نشوف البرنامج بيعزفهم ازاي ربما فهمنا اكتر. معلش هضطر اصغر الشاشه شويه عشان نشوف هقول للبرنامج اعزف لي بس الايد اليمين. الايد اليمين اللي هي خاصه بمفتاح ايه؟ مفتاح سول. معلش صوت عالي قوي. والله انا شايف في حد فيكم فهم. بص المؤشر الاخضر بيعد لما دي راوند. لحظه لما دي راوند دي راوند ودي راوند ودي راوند. قلنا الروند بيساوي كام عدى؟ هتلاقوا المؤشر ماشي بيعد 1 2 3 4 يدخل 1 2 لحد ما هيجي على البلانش. البلانش اللي هو ده هتلاقيه اداله عدتين لوحده والنوار ماشي عدى. استمتعوا بقى بالحسبه دي اهو. لا معلش انا عايز لا انا عايز اقول له اعمل اليمين بس. اعمل اليمين بس. الموسيقى بتتقال ازاي مع الممارسه بنبدا نبقى رهوان في العزف. يعني في مين شاف عزف بيانو ما بيشوفش ايده وهو بيعزف؟ ده لما نشوف حاجه زي كده نقول سبحان الله كل صابع نازل عارف هو بيقول ايه وصاروخ ايه ده عامله بالظبط زي ايه زي الشات لما طلع زمان. طبعا انتوا اتولدتوا لقيتوا في شات كنا نقعد نكتب فين الميم فين الميم فين الميم فين مش عارف
لحد ما بقى دلوقتي ايديها على اللابتوب وفي ودنها مكالمه. لا 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 ملفتش غريب. ده بيدل على ان مخ الانسان عجيب قوي قوي ويتسع لافاق رهيبه جدا. ممكن يشتغل في 30,000 حاجه في وقت واحد. وايه ده؟ ايه اللي بيقد؟ ايه اللي بيدي امر الايد كده بالسرعه دي وانا مش مركز معاها اصلا؟ ده انا مركز مع المكالمه. كانت برضو المثل اللي دايما انا احكيه علشان لما تيجوا تتعلموا اي مهاره حركيه. لما كانت جدتك تيجي تعلم منطق التريكو او الكروشيه، وبالمناسبه دي اسمها كروش مسنه، جاي من الكروشيه اللي هو الابره المسنه. ها؟ يعني عامله زي ابره الكروشيه، الكروش اللي بيساوي نص ده. فكانت جدتك لما تيجي تعلم ماما ايه بيسموه ايه؟ تريكو، تقول لها هات الخيط الابيض جوه الخيط البني وبعدين تدخل الخيط الاحمر وبعدين كده تقومي جايبها، ثم تاني غرزه نفس الشيء تلف الخيط الابيض ومن جوه تجيب مش عارف ايه وهب. تقول لها كل غرزه هقعد بقى، تقول لها واحده واحده، ده على الصبر. فبتوصل منطق لانها الزمن بيتراجع لحد ما فعلا بتبقى في ايديها مكالمه والايد شغاله لا 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 بقول لك ايه بقى، بصي من الاخر انا هطبخ لهم عدس. على ما بتخلص المكالمه بتكون خلصت الكم بتاع البلوفر دي. على فكره انا بفيدكم بوجه عام. بتتعلمي اي مهاره حركيه بالصبر والتكرار. اما تيجي تعلمي سواقه العربيه يا خبر على الحوسه واللوسه اللي هتاكلها. يقول لك ادي الاول، ويستحسن تتعلمه على جير عالي الاول، بلاش الاوتوماتيك. ادي الاول، يلا فوتي يا دبلياش مع بنزين. وبعدين تخش في الحيطه مره وتفوتي لك 2 بني ادمين مره لحد ما ايه؟ بدانا نسوق واحنا مغمضين. يعني انا جاي من اسكندريه ومجهد وممكن انعس كده ويقومني عين القطه اللي بيبقوا حاطينها دي اللي بتخلي كده احس ان انا رحت الحاره الثانيه، ابدا افوق شويه ونكمل. المهارات الحركيه، اذا بتتعلمي اي مهاره حركيه او اي مهاره معرفيه محتاجه شويه فكر، الصبر والتكرار. تلاقوا الزمن بيتراجع بشكل حلو قوي قوي قوي، زي بالظبط عندنا في الكليه لما بتوع اعدادي يجيبوا، يعني حط يا ابني ايدك يلا ابدا احضر، يا خبر يا خبر. فعلى اخر السنه اقول له افتكر اللحظه دي، افتكر اللحظه دي. اخر السنه اقول له ها فاكر لما قلت لك افتكر اللحظه دي ايه اللي حصل؟ قال مرنت كده كده. الحركه دي يعني مرات تكرار. ها؟ طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي كذا. لو رحنا للكتاب، ماشي لحظه، هسمح بالاسئله بس مين كانت عايزه تسال؟ اقول ما انا هقول لكم، هخليك البرنامج يعزف هذا، مش احنا بنقول ربع يعني 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 عشان يساووا زمن لازم 4/3 يجوا ورا بعض في نفس ال هنشوفها دلوقتي. زمانتكم نفسها تعرف الربع ممكن تتأدى ازاي. هنقول هنا تعالوا ندونها الأول. قال دي الباليتا اهي بتاع الإيقاعات اللي أنا باخد منها، آدي الربع أهو، هاجي على هنا سوس
ثم ممكن أركز على أنوار تمام؟ ثم ممكن أكرر تاني الدبلة أهو سوري ده أنا أخدت تريبل. طب إيه التريبل ده؟ ملكوش دعوة، مش مقرر عليكم. على فكرة إحنا بقى أنا بديكم قشور وقت كتير. هرجع التجيب كده من هنا. بص هنا بص بقى ايه اللي حصل. نسبة بسرعة بحس هياخدوا نفس الزمن الواحد. يعني تعالوا نشوفها تاني. مهم قوي يعني الموضوع ده هيسهل الفهم عندكم شويه. تعالوا نسمع من الاول هنا. يعني انا بالظبط كاني بقول لواحد امشي لي الخطوه دي في وان زمن. وان زمن بقى قولي بقى وان ثانية وان دقيقة وان زمن مشيل المتر ده. فقلت له في نفس الدقيقة مش قولي بس في خطوتين يبقى هيبقى كروش في خطوتين يبقى وان تو. دي بقى اللي هي بتاعت الرقصات الباليه اللي انتم بتستسهلوها دي بتمشي بمنتهى الدقة مع الكاسيت او الاغنية اللي شغالة بحيث لو اتأخرت ميكرو زمن باسط كل حاجه. طب نفس المتر اقول له لا مش قولي في اربع خطوات في نفس الدقيقه او نفس يبقى اضطر يعمل ايه؟ وان تو ثري فور. وصل. في التمرين ان مش مطلوب منكم مش هتمتحنوا على الموضوع ده. احنا فقط نعرف الازمنه وتاثيراتها ونرجع تاني للكتاب. هذه التعريفات اهي المدرج الموسيقي صفحة 12 اهو. المدرج الموسيقي هو السطر الذي تدون عليه اللغة الموسيقية ويتكون خمس اسطر متوازية مقسمة. مش هنتكلم بقى اهو انا بوريكم ازاي تفهموا المكتوب. لان الموسيقى نشأ من المواد اللي تتطلب شرح. بمعنى لو اديتك كتاب هدية من غير ما اتكلم معاك اي كلمة كتاب موسيقي هدية ولا تفهم فيه اي حاجة. طب لو اتكلمت معاك هتبقى محتاج تأكد الكلام اللي انا اتكلمته معاك اذا فهمته عن طريق كتاب اللي هيبقى معاك. فالاتنين بيبقى مكملين لبعض. اسماء الخطوط هناخدها المرة دي او المرة الجاية هنشوف. المفاتيح الموسيقية ايه؟ مفتاح صول يبدأ رسمه من الصفر الثاني بشكل جمالي كده. ها اهو مفتاح صول. لو المدرج عندي خمس خطوط كده اهو باجي اعمل نغمه كده هنا على الخط الثاني ثم اعمل الف لفه كده
واطلع المس السطر الثالث كمان واطلع اعمل هيرب جميل كده. الموسيقى جميله في كل حاجه تفتد وينها في الاتها، شكل الالات الموسيقيه يهمس، شكل التابت حتى يهمس. هنا اكتسب اسم الخط الثاني النغمه دي اسمها سول بالنسبه للمفتاح. طيب اسمه السلم الموسيقي، ليه اسمه السلم الموسيقي يا ولاد؟ علشان لو عرفت نغمه المفروض اعرف الباقي، بمعنى عرفت ان دي سول. طبعا احنا قلنا بيشتغل من خمس خطوط واربع مسافات، اماجي ما بفوتش لا مسافه ولا فرق. سول اطلع منها في الالار، اطلع على الخط الاسين، اطلع على المسافه تبقى دو. طب سول انزل منها تبقى فار، انزل منها على الخط الانين، والنغمه اللي لازقه في المضلع من تحت دي اسمها ري، ثم اللي على خط الضافي دي اسمها دو. ومطلوب منكم تعرفوا مبدئيا شكل 1 2 3 4 5 6 7 8 ثمان نغمات دول. ادي الدو ري مي فا، جت السول على السطر الثاني، والله والسي والدو، ومع هنفهمهم مع التكرار والمراجعه هنفهمهم. مفتاح فا يبدا رسمه من السطر الرابع، وقلنا احنا بنعد من تحت لفوق اهو، من الخط الرابع بحط نغمه كده وارسم حرف واو بالمنظر ده اهو. اذا دي اكسب برضه اسم السطر اسمه فا، اطلع من الفا كده بصعوبه كده اهو، فا يبقى بعدها سون، يبقى بعدها لا، يبقى بعدها سي، يبقى بعدها دو. انا جت دو برضه مكرره، ما هو انت برضه في البيانو بتتكرر دو ري مي فا سول لا سي، دو ري مي فا سول لا سي، دو ري، وهكذا. خلاص؟ وانزل منها فا تبقى مي، وانزل ري، وانزل دو، فبقى دي دو ري مي للدو دي. السؤال بيجي ازاي؟ بجيب لك نغمات وهنتدرب على الاسئله دي، مش وقته دلوقتي. اهم شيء ان انا عرفت المفاتيح الموسيقيه وطريقه تدوينها، وازاي بتغير اسم النغمه، ثم ادي اسماء، ادي المفتاح فا اهو يبدا رسمه من السطر الرابع اهو. المجهوره هي تقسيم المقطوعه على المدرج الى اجزاء متساويه حسب الميزان. نرجع للميزان اللي انا لمسته وما شرحته. الميزان يتكون من رقمين، رقمين بسط ومقام، مثلا 2 على 4 او 3 على 4 او 4 على 4. وبعدين على فكره مش هديكوا الا ثلاث موازين دول، 2 على 4، 3 على 4، 4 على 4. ايه المشترك بينهم؟ المقام مشترك، المقام مشترك. طب 2 و3 و4 بتعني اللي هو البسط، عدد الوحدات في كل مزمور. اثنين نوار معناه اثنين نوار في كل مزمور. ثلاثة على اربعة بتعني ثلاثة نوار في كل مزمور. وقلنا نوار ليه؟ لان النوار هو اللي بيساوي واحد، فبيرمز للواحد دايما بالنوار. نعم. ماشي. طيب اربعة اربعة، اربعة نوار في كل مزمور. يبقى اذا الميزان هو رقمين بيتحطوا بعد المفتاح دايما. الرقم الاعلى يعني عدد الوحدات في كل مزوره هو متساوي في كل مزوره، والرقم الاسفل نوع الوحده. خلاص؟ طب نوع الوحده، ما اقول بس نوع الوحده وخلاص، ما تفتحش على نفسك فتحه، لان الرقم اللي تحت ده لو دخلنا بقى في الموازين مش، فانا بوضح لكم ازاي نفهم ببساطه الموازين. ادي المدرج اللي هو المزوره، الإيقاع هي قيم زمنية حسابية بحتة تطول وتقصر حسب احتياج المؤلف. ودي جدول جميل جدا أهو، الزمن أهو أربع أزمنة اللي هو الروند معناها المستديرة، شكلها إيه؟ زمنين اللي هو البلانش اللي هو معناها بالعربي البيضة، وشكلها إيه؟ زمن واحد اللي هو النوار، نصف زمن اللي هو الكروش، ربع زمن اللي هو الدب خش،
اخر واحده مش عايزها تبقى متفرره عليك. طيب يبقى احنا خدنا العلامه اللي بتساوي 4 واللي بتساوي 2 واللي بتساوي 1 واللي بتساوي نص واللي بتساوي ربع. طب احنا عايزين العلامه فين اللي بتساوي 3؟ قال لك ممكن تقابلك علامه كده زي البرانش خلفها نقطه كده فبقى اسمها بلانش بوانتي. بوانتي يعني نقطه. بلانش المنقوط بالعربي كده. طب النقطه مالها؟ النقطه بتزود زمن البلانش نص زمن. هو بيساوي 2 والنقطه نص زمن يعني 1 يبقى العلامه دي بتساوي ايه؟ 3. برافو. ما البلانش هو بيساوي 2 يبقى البلانش ابو نقطه بيساوي 3. يبقى النقطه لما تتحط ورا اي علامه ايقاعيه العلامات اسمها علامات ايقاعيه تزود العلامه نص زمان. يعني لو حطيناها ورا الرند كده رند 1 تي رند منقوط يساوي ايه؟ بسرعه بقى الشاطر اللي يقول 6 منقوطيته اساسي اهو. طيب لو حطيناها ورا النوار الله اكبر عليك 1.5. والله الاسئله اللي هجيبكم اذا مش بابل شيت يعني واذا بابل شيت برضه هجيب لكم السؤال ده. دكتور كلها عمليه حسابيه. موبايل هيفصل. طيب ستوب انت كده خلاص كده خلاص.